أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف مقبرة لقائد عسكري في منطقة أبو صير الأثرية بالجيزة، وأوضحت بعثة التنقيب التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات أن المقبرة تعود لأواخر الأسرة 26 وأوائل الأسرة 27 لشخص يدعى واح إبراع مارينت، يشغل وظيفة قائد الجنود الأجانب، مما يشير لأول عصور العولمة الحقيقية في العالم القديم. وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن البئر الرئيسي للمقبرة عمق 6 أمتار ينقسم لأجزاء تفصل بينها جسور منحوتة في الصخر الطبيعي للمنطقة، وأن تصميم المقبرة ليس له مثيل متطابق في مصر القديمة، حيث يتشابه تصميمها المعماري مع مقبرة ودجا حور ريسنت المنقورة في الصخر الطبيعي للمنطقة والتي تقع بالقرب من المقبرة المكتشفة حديثا، وكذلك تشبه مقبرة كامبل في الجيزة. وقال مارسلاف بارتا رئيس البعثة التشيكية أن الدراسات التي أجريت على المقبرة كشفت تعرضها للسرقة أواخر العصور القديمة، وحطم اللصوص الجزء العلوي لغطاء التابوت الفازلتي الذي يمثل وجه المتوفى، وعثرت البعثة على العديد من القطع الأثرية السليمة.